بسم الله، دلوقتي هنشوف موضوع حصل فيه برنامج النفس وركس. مثال سريع، بقول له انا عايز كونتيفيكيشن، فبيبدأ يجيب لي النافذة بتاعة الحصر. بقول له برج ستوب، بيقول لي انت عايز دروس تعليمية اشرح لك الفكرة. بقول لا مش عايز. فبعد كده ببدأ اشوف اني كتالوج اللي انا هشتغل عليه. تقدر تختار براوس، تختار كتالوج ده عبارة عن ان هو بيحط لي الابواب، شبابيك، الاساسات. فانت تقدر تحط العناصر في الحاجة الخاصة بيها. نيكست، مترك، بيبدأ يقول لي كل الاطوال هتحسبها بمترك، الويتس بمترك، ماشي اوكي، فينش. بعد كده ببدأ احط العناصر في الاجزاء الخاصة بيها، تمام. يعني ممكن من سيلكشن 3 اثبتها كده، وابدأ احط العناصر اللي انا عايزها في قلب الحاجة هنا. يعني ممكن اقول له مثلا انا عايز الاكستيرير والول، بقى ابدا اشوفها مثلا في الاركتكشر وفي الاستراكشر، تمام. او ممكن اعمل سيرش عليهم، تمام. ممكن تبدا تعمل سيلكشن مثلا على الحوائط ديت، تمام. ومجرد تعمل دراج اند دروب يبدا يحطهم، ويبدأ يجيب لي المعلومات التفصيلية عن كل الحاجات ديت بالشكل دوت اهوت. او ممكن تقول له فايند ايتم وتعمل سيرش على كل وول، او من خلال الست تعمل سيلكت على العنصر اللي انت عايزها وتحطها في ست وتسحب ست، او تيجي هنا موديل تيك اوف وتقول له حط لي الحاجة اللي معمولها سيلكت في قلب العناصر اللي موجودة هنا. وبعد كده تدخل على ايتم كاتالوج. ايتم كاتالوج دي بيبدأ يشوف العناصر كلها حسب بقى ايه الـ الخامات بتاعتها، وتقدر تديها الوان زي ما انت عايز. يعني مثلا ممكن تقول له مثلا انا عايز الحوائط في المبنى دوت تاخد لون مثلا احمر. الحاجات اللي هتعملها حصر ديت اللي هعملها سيلكت اديها لون احمر مثلا، واديها الاسم معين، اديها ورك بريك داون ستراكشر اللي هي هتنظم اداره المشروع بتاعتي، اديها شفافيه معينه، اديها سيكنس معين. فده كل ده بيسهل عليا الاخراج بتاع اللوحه، العناصر كلها تبقى واخده شكل معين والوان معينه، تمام. دي الريسورسز بقى بنبدا نشوفها، اللي هي مثلا العنصر دوت مين اللي شغال فيه وعدد الساعات وكل الحاجات دي، عشان نحسب التكلفه بدقه. دلوقتي انا هاجي هنا اقول له صدر لي الجدول دوت لي اكس ام ال او اكسل، واقول له سيف. هو بيبدا يحط كل المعلومات في جدول اكسل ومنظم. ممكن بقى تحصر الاستراكشر والمعماري والكهروميكانيكال كله في جدول واحد، ويجيبه لك بالشكل دوت. كل الداتا، الريسورس فيو، ريسورس بيفوت تيبل، الايتم رو، الجروب بيفوت تيبل بالشكل دوت.